حبيبتي صاير معك شيء؟ لا فريحة. اي مو معقولين داخل ايه من حديث عرض الازياء وكل واحد قاعد بايده جريدة. غيورة انت؟ والله الشوفرة لا بقتلك اكتر من عرض الازياء. حتى لو ما كنا قدك بس عم نحاول نعمل شيء لنشاركي. انت لوين بتحبي تروحي فريحة خانم؟ دخيلك ما تقلي فريحة خانم ابدا. صاي انت شو صار مع شوفيرك؟ ما عاد في بدك تتحملني يعني؟ انا ما عندي اي مانع.